فكره. مامي مي عامله ايه في البيت؟ مامي مي قويه ولا مامي مي ايه؟ راحت عامله لي كده هسالهم. ما اقولكيش بقى، ما اقولكيش، اساليهم بقى كده. ما اقولكيش مامي مي كانت الاول حد ودلوقتي برضو بقت حد تاني. اوكي. يعني انا كنت من الامهات اللي بتقفش قوي وبتتعصب جامد وبتعمل، بصي حتى وشها هتغيرت هيك بتعصب. بس مؤخرا حصلت تويست كده، فبقيت او تقريبا حبيبتي ربنا يحفظهم لي يا رب، لما لقيت زينة كبرت فجأة فقلت ايه ده. انا مش يعني فكرة هتمشي جنبك في الشارع اختك؟ والله وانا كل المحيطين بيقولوا لي ما تقوليش ان دي بنتك وما تاخديهاش معاكي في حته. بصي هي وهي داخله انا جيت قبلهم، بس طبعا عشان صاحبه بيت وكده. طبعا طبعا صاحبه بيت طبعا. حبيبتي قول لك زو، انا جيت قبل ما، فهي داخله زينه عماله اقول ايه مين هي دي؟ لا لا لا، انا عماله اقول ايه هي دي زينه بنتها. انا قلت لا لا، زينه اصغر شويه مش كده. لا ما هي بتكبر. اه ما شاء الله، ربنا يا رب يحفظها يا رب. فانت بعد ما كبرت قررتي ان انتوا هتتعاملوا ان انتوا خلاص بقى اصحاب؟ اصحاب جدا يعني. احنا لو قاعدين، لو يعني لو حضرتي مثلا قعدات منا وبين بعض، انا وهي ومالك برضو، ما ينفعش خالص تقولي ان انا ام. بس ساعة الجد يعني لو في مثلا ازمة او مشكلة او حاجة، لا ماما بتوصل قوي، بتحضر. زائد ان انا في حياتي الطبيعية شايفة ان كل اولوياتي الاولى هم وبعد كده كل حاجة. يعني انا ما بحط الشغل قبل ولادي، انا شغلي تاني حاجة بعد ولادي، لان انا شايفة ان دول اهم حاجة عندي. واخد رأيهم في كل حاجة بقى، وبنتناقش في كل حاجة وبنهزر. ما ينفعش خالص تقولي ان ده هزار ام مع بنتها او مع ابنها. بس يعني ماما بزياده يعني، كل المحيطين بيقولوا لي انت امومتك دي هي اللي مبوظاكي. الامومه بتاعت ماي هي دي اللي واخداها شويه يعني. ما بشوفكيش في سهرات، ما بشوفكيش في ايفنتس، ما بشوفكيش في التجمعات بتاعت الفنانين. ودايما كنت بسمع ان الظهور ده مهم للفنان، ان هو يتواجد وسط زمايله، ده بيفتح له احيانا شغل كتير. هل عدم وجودك ده او مامي ماي اللي مأثره عليكي دي بتأثر عليكي في الشغل؟ لا هقول لك ليه. لان انا شخصيتي اصلا مش بتاعه سهرات وخروجات وتجمعات كتير. يعني الموضوع مش بسببهم، مش انت خالص. مش شخصيتي انا، ما بعرفش ابقى متواجده في اماكن كتير قوي، وهنا 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 وهنا. لو حد دعاني على حاجه طبعا بحضر. غير كده ما تلاقينيش موجوده في اي مكان، في بيتنا او في شغلي. ما بعرفش. انا هقول لك على حاجه، يعني انا مثلا مش من السهل ان انا قاعده في البيت كده واقول طيب يا اولاد انا نازله اقعد مع واحده صاحبتي في مكان او اي حاجه خالص. انا للدرجه دي؟ مش مش تركبت انا. انت بيتوتيه؟ انا بيت. البيت ده جميل، حاجه مريحه جدا. وبعدين هاخد من وقت قعده البيت مع الولاد عشان انزل اقعد في مش عارفه فين. من احيانا بسافر بالايام وبالاسابيع وبسيبهم. فطول ما انا قادره ان انا اكون موجوده معاهم فانا موجوده. حاجه مهمه لازم انزل لها، احتفال او ايفنت او حاجه لازم اكون موجوده فيها ودعيت عليها، طبعا بحضر. غير كده لا، انا في بيتنا. طب انا عرفت ان انت كنت روحتي عايزه الاوديشن بتاع مسلسل ام كلثوم، وكانوا خلصوا اعتقد وما لحقتيش. نقدر نقول ان انت وام كلثوم ماضيين عقد مع بعض من زمان؟ تقريبا من زمان. احنا مش